عصام يوسف. ضيوفنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام وطلبة المدارس في مصر والعالم العربي، أهلا مرحبا بكم وحلقة جديدة ودور الثمانية من أجمل موسم، الموسم السادس لبرنامج العباقرة. برنامج العباقرة يقدم إليكم برعاية من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الموسم السادس من العباقرة، يا ترى مين اللي هيفوز بكاس البطولة؟ ويا ترى مين اللي هيفوز بكاس أفضل لاعب؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة من طلاب بطولة العباقرة هتساوي مبلغ نقدي. في المرحلة الثالثة كل نقطة بعشر تلاف جنيه، وهيتضاعف الرقم وصولاً للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لتطوير المدارس الحكومية في مصر. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت طلاب مصر جمعوا 24,740,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية. تعالوا نشوف طلاب مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. أول مدرسة وصلت لدور الثمانية بعد أداء قوي جداً. في دور الـ 32 فازت على مدرسة منصورة الثانوية بنات 135-125. أما في دور الـ 16 ففازت على مدرسة المنارة القومية بنات 190-65. من محافظة سوهاج نرحب بمدرسة سيتي سوهاج. مدارس سيتي. تأسست مدارس سيتي بقسميها العربي واللغات عام 2009-2010 على أحدث الطرز والتجهيزات العصرية للوصول بالمستوى العلمي لطلابها لأرقى مستوى. مدارس سيتي هي أول مدرسة تتعاقد مع معهد جوتا الألماني، وتؤهل 45 طالباً من المدرسة للحصول على بعثة من ألمانيا. تم إرسال 8 معلمين للتدرب في ألمانيا على أحدث وسائل التعليم وطرق التدريس لتطبيقها في المدرسة. تعاقدت مع الجامعة الأمريكية لتقديم كورسات لغة إنجليزية للأطفال تحت إشراف وإدارة الجامعة الأمريكية بالقاهرة. هيمثل مدرسة سيتي سوهاج في ماتش النهارده 8 طلاب، هبتدي منهم 4، وأول واحد فيهم عمر عصام. عمر عصام كنت أعرفه من الموسم الخامس، بس هو الموسم ده اشتغل على نفسه أكتر عشان يقدر ياخد بيست بلاير. عمر عصام صاحبي من أول إعدادي، بس ازداد تعامل معايا، يعني اتعاملت معاه أكتر لما رحنا العباقرة. هو طالب شاطر جدا وذكي، وهو يستحق إنه يدخل برنامج العباقرة، ويستحق إنه هو ياخد البيست بلاير في الحلقة دي إن شاء الله. منار عمر. أنا رغم أول مرة أعرفها في برنامج العباقرة، صح شاركت الموسم اللي فات بس ما نزلتش، بس أكيد عندها طبعا معلومات أكتر من هنا بكتير. علاقتي زادت بيها جدا في العباقرة، وأعرف عنها إن هي بتزود معلوماتها أول بأول، وقدرت تحقق حاجة كويسة للمدرسة، وإن شاء الله النهاردة معتمدين عليها في كل فقرات. أحمد عبد الجواد. أحمد عبد الجواد أول مرة أعرفه في برنامج العباقرة، هو إنسان اجتهد واشتغل على نفسه الموسم ده. كنت أعرفه من قبل برنامج العباقرة، بس علاقتي زادت بيه جدا بعد ما دخل معايا في الفريق. اكتشفت ان هو انسان مجتهد جدا وذكي، بيشتغل على نفسه علشان يوصل للمرحله اللي هو فيها دلوقتي، واحنا كلنا معتمدين عليه في الفقره الاولى والفقره الاخيره. تسبيح علي. تسبيح كنت اعرفها من قبل العباقره، بس لما جت معانا العباقره طبعا اتعرفت عليها اكتر، وبقينا نذاكر مع بعض في العباقره. هي بدات تدريب متاخر، بدات بعدنا باسبوع، والحمد لله قدرت تعمل كده وخدت فرصه اساسي. كنت عارف اكيد ان هي لازم تشارك في مسابقه العباقره، لانها ساعات عندها معلومات كتيره معتمدين عليها في الفقره الاولى والاخيره. سيتي سوهاج الحمد لله على السلامه. مشوار صعب. صعب بس حبيتوه. اكيد حبيتوه صح. لا طبعا اسيت بدور رايحين راجعين من سوهاج للقاهره. قول يا عمر احتفلت ازاي؟ انا فرحت جدا بعد ما عدينا دور ال 16 وخدت بيست بلاير في البيت، طبعا فرحوا جدا، وفي المدرسه فرحوا برضه وهنئونا. تحب نفرحهم اكتر؟ يا ريت. عمر عصام باذن الله هتلعب على لقب افضل لاعب الموسم السادس. عمر عصام احرزت لغايه دلوقتي كم نقطه؟ 140 نقطه. تستحق تلعب على لقب افضل لاعب ما شاء الله. منار ازيك يا منار؟ الحمد لله. قلقانه شويه؟ طبعا دول الثمانيه مش زي الماتشات اللي فاتت. صح. جاهزه ان شاء الله؟ بالتوفيق يا منار. ازيك يا احمد؟ الحمد لله تمام. كنت متوقع توصل لدور الثمانيه؟
هو شويه كنت بس الحمد لله ايوه يعني كنت واثق ان احنا نوصل باذن الله لمستوى حلو. واثق الحمد لله. استعديت اكتر؟ طبعا استعدينا يعني زودنا ساعات التدريب ذاكرنا مع بعض اكتر جمعنا معلومات اكتر بكتير. قول لي يا احمد اشراكك في العباقره بيمثل لك ايه؟ طبعا يمثل لي فخر ان انا شاركت في برنامج العباقره برنامج يعني كبير جدا انا طبعا فرحان ان كنتش متصور ان انا ممكن اجي برنامج العباقره بس الحمد لله يعني ربنا وفقني وجيت البرنامج. انت مش بس جيت انت جيت وصلت لدور الثمانيه وسواك كلها بتتفرج عليك وفخوره بيكوا اكيد طبعا. جاهز باذن الله. تسبيح ازيك يا تسبيح؟ الحمد لله. يا ترى في معلومات بتتقال في الاتوبيس في اخر لحظه تدخل الحلقه تلوها؟ بتحصل؟ بتحصل. حلو جدا احساس بيبقى جميل جدا. جميل قوي. لما حد يقول لي يا احنا لسه السؤال ده شايفينه الصبح النهارده. احساس جميل فعلا. بالتوفيق يا تسبيح. اما المدرسه الثانيه فوصلت لدور الثمانيه بجداره. في دور ال 32 فازت على مدرسه برق العز 130-85 وفي دور ال 16 فازت على الاحمديه 170-105 من محافظه القاهره. نرحب بمدرسه الفاروق الاسلاميه. مدرسة الفاروق الإسلامية للغات أنشئت عام 1986 تحرص إدارة المدرسة على إعداد جيل متميز دينياً وخلقياً وعلمياً. تعمل على ترسيخ حب الوطن في نفوس المتعلمين كما تهتم بتوفير بيئة تعليمية متطورة مع رفع مستوى تفكير المتعلم. حصدت العديد من المراكز المتميزة على مستوى الجمهورية ومنها الأولى على الجمهورية في الثانوية العامة عام 2011 وعام 2016 وكذلك الثانية على الجمهورية عام 2012. هيمثل مدرسة الفاروق الإسلامية في ماتش النهاردة 8 طلاب هيبتدي منهم 4 وأول واحد فيهم علي السيد. علي اتعرفنا عليه في برنامج العباقرة وهو طبعا بيست بلاير فاحنا معتمدين عليه بشكل كبير جدا. انا كنت متوقع ان هو ياخد افضل لاعب في دور 32 ودور 16 متوقع ان شاء الله برضه ياخده في دور 8. هو شاطر جدا في الرياضه والتكنولوجيا ومعتمدين عليه في المسابقه وان احنا نكسب ان شاء الله. نورهان احمد. نورهان كان اكتر شخص باشنت فينا في اول البرنامج كانت كل مره تحمسنا قبل الماتش. هي شخصيه ذكيه وطموحه وبتحب القرايه كتير. المسابقه خلتنا نتعرف على بعض اكتر وبقينا صحاب قريبين. انا مبسوطه ان انا اتعرفت عليها وبحبها جدا. محمد ايمن. محمد بالنسبه لي من اكتر الشخصيات اللي انبسطت اتعرفت عليها واحنا ما كناش نعرف بعض قبل المسابقه بس اتعرفت عليه وهو احنا معتمدين عليه في الادب. هو شاطر جدا في القدرات الذهنيه وفي الادب وكان بيساعدنا كتير. اتعرفنا عليه في برنامج العباقره واحنا معتمدين عليه اكتر في الادب والقدرات الذهنيه. تسليم تامر. تسليم مجتهده جدا هي دايما بتسعى ان هي تدور على معلومه وتجيبها وهي سبب ان احنا كسبنا الماتشين. هي شخصيه مجتهده جدا وبتحب تدور على معلومات كتير وبتذاكر بجد واجتهاد. العباقره خلتنا نعرف بعض اكتر احنا معتمدين عليها في الجغرافيا والقدرات الذهنيه. الفاروق الاسلاميه الحمد لله على السلامة. جمهوركم عامل دوشه جامده جدا يا علي. عارف هم على طول كده صح؟ علي عملت ايه الماتش اللي فات؟ جبت 90 نقطة. والماتش اللي قبليه؟ 80. لا ماتش قبليه 80 والله. طب خلاص بهزر معاك. كل مرة. علي بإذن الله هتلعب على لقب أفضل لاعب الموسم السادس. هيبقى عندنا مباراة ثنائية النهاردة ما بين علي السيد وعمر عصام. في ماتش النهاردة متوقع بينكم هيبقى ماتش صعب. جاهز علي؟ جاهز. شو استعديتوا ازاي يا علي؟ احنا المفروض بنحاول ندور في اكتر عدد من ريسورسز عشان يبقى الموضوع مش فوكسد على سورس واحد مش بيدي كل المعلومات فاحنا بنحاول نبقى دايفيرس از ماتش از بوسبل يعني. وجاهز؟ جاهز. تمام. نوران ازيك يا نوران؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ ابتسامه الجميله دي ما شاء الله. مش قلقانه؟ لا اكيد في قلق بس الحمد لله يعني الموضوع اهدى شويه من المره اللي فاتت ومش عايزين نقلق عشان ما نتوترش ونغلط يعني فان شاء الله خير. كويس جدا. محمد ايمن تألقت الماتش اللي فات ما لعبتش الماتش الاولاني واستدعوك في الماتش الثاني وتألقت جبت 60 نقطه ما شاء الله. جاهز الماتش النهارده؟ ان شاء الله. استعديت ازاي؟ ذاكرت ورجعت وعملت كل حاجه. ركزت على ايه؟ على الادب. ركزت على الادب. فقره بتبقى صعبه. تمام. ازيك يا تسنيم؟ الحمد لله. ايه
قلقانة؟ لا عادي يعني، هي اول مره بس كانت بتبقى صعبه، بس دلوقتي الحمد لله خلاص اتعودتوا على الاجواء. اه بالظبط، اجواء الاستوديو. ايوه. احتفلتي ازاي تسنيم من الاستوديو لغايه ما رجعتوا المدرسه؟ احنا ما سكتناش تقريبا طول الطريق، وبنسقف وبنشجع كل حاجه. الفرق ما بين الاتوبيس وانتوا رايحين وانتوا راجعين هو كتير طبعا، فرق شاسع. وانتوا جايين كنتوا مركزين؟ اه يعني كنا عندي طبعا بنراجع واهدى شويه، طبعا احنا راجعين باحتفالات طول الوقت. بالتوفيق يا تسنيم. ان شاء الله. المدرستين استحقوا الوصول لدور الثمانية عن جدارة، وعايز أحيي المدرستين، مدرسة الفاروق الإسلامية ومدرسة سيتي سوهاج. العباقرة مستمر زي ما هو، خمس فقرات: العلم، المعرفة، الفنون، ضربات الجزاء، وعجلة الحظ. وأول حاجة هنبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو: كم عدد الدقائق في 9 ساعات؟ علي 9 ساعات 69 علي 644. إجابة خاطئة. تسبيح إجابتك 540. إجابة صحيحة. 540 هي الإجابة الصحيحة. وكده السيتي سوهاج هي اللي هتبتدي الأول. علي أنت استعجلت ليه؟ مش عارف، أنا قلنا مش تستنى لما تسمع السؤال؟ تستعجلش. هي. ودلوقتي مع أول فقرة، فقرة العلم. العلم. العلم 4 أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. سيتي سوهاج عندك سؤال في الجغرافيا، في شكر؟ تمام. جغرافيا، والسؤال هو: في أي قارة تقع صخرة جبل طارق؟ في أي قارة تقع صخرة جبل طارق؟ 10 ثواني. عمر إجابتك أفريقيا. قارة أفريقيا. قارة أفريقيا ب10 نقط. إجابة خاطئة. علي إجابتك أوروبا. بتسألني؟ لا، أوروبا. أوروبا إجابة إيه؟ صحيح. إجابة صحيحة. أوروبا إجابة صحيحة. وكده النتيجة 10 الفاروق الإسلامية. وعندكم سؤال، عندكم سؤال في الجغرافيا، في جوكر. انتوا لقيتوا السؤال الاولاني سهل فقلتوا ناخد الجوكر في الجغرافيا. مش شرط يعني، بس السؤال اللي جاي صعب ان شاء الله. مفيش حاجه صعبه. جغرافيا، والسؤال هو: ما هي اكبر مدن انجلترا من حيث المساحه؟ ما هي اكبر مدن انجلترا من حيث المساحه؟ 7 ثواني. لندن. لندن إجابة صحيحة. لندن هي الإجابة الصحيحة. لندن، برافو عليك يا تسنيم. 1500 كيلومتر مربع. وكده النتيجة 30 الفريق الإسلامية. سيتي سوهاج عندكم سؤال في التاريخ وما خدتوش الجوكر، في جوكر؟ تاريخ، والسؤال هو: من هو الرئيس 16 من بين رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية؟ إبراهام لينكولن. إبراهام لينكولن إجابة صحيحة. إبراهام لينكولن محرر العبيد هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك. وكده نتيجة 10 سيتي سوهاج. فاروق إسلامية 30. وعندكم سؤال في التاريخ، تاريخ، والسؤال هو: كم عدد مصاطب الهرم المدرج؟ هرم زوسر. 6. لا. ايه؟ شوف علي كان عايز يقول لك حاجه. إيه؟ شفتي هرم زوسر. ايه
سوسة. بس ما ينفعش تكلمه. خلاص يا نوران. ستة يا جماعة، انتوا عندكوا 20 ثانية من حقكم تكلموا جواه، ليه بتتسرعوا؟ نوران اجابتك؟ ستة. ستة اجابة صحيحة. ستة هي الاجابة صحيحة. النتيجة 40 الفاروق الإسلامية، 10 ست سوهاج، وعندنا سؤالين في الأدب. وأول سؤال ليكو، جاهزين؟ أدب. والسؤال هو: تم اقتباس مسلسل أبو عمر المصري عن روايتين للأديب عز الدين شكري فوشير، إحداهما أبو عمر المصري، فما الأخرى؟ ده مسلسل كان في رمضان، كان بطولة أحمد عز. الرواية التانية اسمها ايه؟ 3 ثواني. المعلومة مش موجودة في سيتي سوهاج. موجودة عندكم؟ لا. ولا موجودة عندكم؟ جايز لما تشوفوا الاختيارات تفتكروا. 4 اختيارات بزائد 5 وناقص 5: باب الخروج، مقتل فخر الدين، عناق عند جسر بروكلين، غرفة العناية المركزة. الإجابة الصحيحة مقتل فخر الدين. مش كده. دلوقتي عندنا السؤال الثاني في الأدب للفاروق الإسلامية، جاهزين؟ إن شاء الله. أدب. والسؤال هو: من هو الشاعر المصري صاحب ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة؟ عشر ثواني. البكاء بين يدي زرقاء اليمامة، وعلي خد القرار. علي انت قلت. بالظبط كده. اتفضل يا علي، شوف ايمن عمل ازاي. اتفضل. احمد شوقي ب10 نقط. اجابه ايه يا محمد؟ خاطئه مثلا. برافو عليك، اجابه خاطئه. في اجابه تسبيح حافظ ابراهيم. احمد شوقي. ايوه حافظ ابراهيم صح. تسبيح اجابه خاطئه. 4 اختيارات قصادنا على الشاشه بزائد 5 وناقص 5: فاروق جويده، احمد فؤاد نجم، امل دنقل، نجيب سرور. الاجابه الصحيحه امل دنقل. دلوقتي عندنا سؤالين في العلوم، واول سؤال لستي في جوكر. خدت جوكر في العلوم زي الماتش اللي فات. جاهزين؟ عندكم 20 ثانيه مش عايزكم تستعجلوا. علوم. والسؤال هو: من هو العالم الفرنسي الذي وضع قانون بقاء الكتلة إلى جانب ميخائيل لمونوسوف؟ طاروا العشرين نقطة. هشكك في 2 بس، هو هنري بيركل. إجابة خاطئة. خلي بالك الاسم التاني بزائد 10 أو بناقص 10، والأسماء قدامنا على الشاشة: إرنست راذرفورد، نيلز بور، أنطوان لافوزي، جون دالتون. أنطوان لافوزي. معلش يا نوران، معلش، هو مصمم على الناقص النهاردة، مصمم. علي أنطوان لافوزيه. إجابة صحيحة. أنطوان لافوزيه الإجابة صحيحة. برافو عليك يا علي. 10 نقط. 10 نقط مهمين جدا إنك خدت الريسك، بس عاجبني إنك فكرت. كله دراسل فورد نيوزيلندي، والتاني إنجليزي، والتالت نمساوي، بور نمساوي. شفتوا بقى إن في إجابات ممكن تتاخد من ورا الآي كيو؟ 10 نقط عن جدارة واستحقاق. دلوقتي نتيجة 50 الفاروق الإسلامية، سيتي سوهاج 10.
وسيتي سوهاج انا ابتديت اقلق، الماتش ممكن يقرب. دلوقتي عندكم اخر سؤال في الفقره في العلوم، وانتوا خدتوا الجوكر خلاص. علوم، والسؤال هو: ما هي الصيغه الكيميائيه لسكر الطعام؟ الصيغه الكيميائيه، وانا رايي ان انتوا تكتبوها. ثانيتين علي السيد، ادي له الورقه بقى عشان يقراها. بسوب قعدتوا تودوا الورقه وتجيبوا الورقه من الاول. سؤال زي ده ما يتحلش غير بالورقه والقلم. اجابتك يا علي؟ C12 H24 O12. تمام علي، اجابه ايه؟ خطا. برافو عليك، اجابه خطا. عايز اجابه من احمد عبد الجواد. C2H6O12. لا لا، على مهلك. C2. طيب مش هديك فرصه تكمل. C2 مبدئيا اجابه خاطئه. بصوا بقى، في اسئله بتحتاج منكم ان انتوا تكتبوها وتركزوا زي الامتحان بالظبط. ده سؤال ما ينفعش نقعد نقوله لبعض، لازم يتكتب على الورقه. خلي بالكم من الاربع اختيارات بزائد 5 أو ناقص 5. علي بص، انا مش هقدر اقول الاربع اختيارات. ليه؟ لانه كلهم ارقام وممكن الخبطك، فانت خدت الريسك. اول واحده C12H22O11 بخمس نقط او بناقص 5 نقط. نوران مش دعوه. اجابته ايه؟ يا رب تطلع صح. مش عارف. خاطئه. اجابه صحيحه. برافو علي، ما شاء الله. C12H22O11 الاجابه الصحيحه. برافو عليك علي، بتاخد الريسك بس بيبقى ريسك محسوب، بيسموه كالكوليتد ريسك. برافو عليك. 55 الفاروق الاسلاميه، سيتي سوهاج 10. هنخرج فاصل وهنرجع مره تانية مع فقره المعرفه والعباقره. يبقى طلاب مصر جمعوا 65 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب 10,000 جنيه بما يساوي 650 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر. مباراة جميلة جدا في دور الثمانية، والنتيجة الفاروق الإسلامية 55 سيتي سوهاج 10. وسيتي سوهاج حصل عندنا تغييرين، عمرو خالد مكان أحمد عبد الجواد، وتسنيم أحمد مكان تسبيح علي. ازيك يا عمرو؟ الحمد لله تمام. مباراة صعبة. أكيد صح؟ طبعا. الفقرة الأولى اتخطف منكم نقط كتيرة جدا، إن شاء الله نقدر نعوض. تعوضوه ان شاء الله. جاهز؟ ان شاء الله. ازيك يا تسنيم؟ الحمد لله. قولي لي، قلقانه كده ليه؟ ما شويه عشان بس الفقره الاولى. الفقره الاولى النقط بعدت شويه. شويه تنزلي تعوضي ان شاء الله. بالتوفيق يا تسنيم. وحصل عندنا تغيير واحد في الفاروق الاسلاميه، حبيبه الشامي مكان نورهان احمد. طبعا يا حبيبه انت لازم مستريح، معاكي فرق نقط صح، والابتسامه. علي النهارده عامل شغل جامد ما شاء الله. الحمد لله. تمام، نكمل ماتش ان شاء الله. ودلوقتي مع الفقره الثانيه، فقره المعرفه. المعرفه، المعرفه اربع اجزاء: معلومات عامه، رياضه، قدرات ذهنيه، وتكنولوجيا. واول حاجه نبتدي بيها واحد لواحد،
تسنيم أحمد وحبيبة الشامي. تفضلوا تسنيم وحبيبة، حبيبة وتسنيم، وسؤال في المعلومات العامة وفي روح رياضية. تمام، معلومات عامة، والسؤال هو كم عدد ألوان علم بلغاريا؟ كم عدد ألوان علم بلغاريا؟ علم بلغاريا كم لون؟ كم يا حبيبة؟ ثلاثة. أنت عارفة ولا بتخميني؟ فاكرة صورة العلم؟ شوية يعني. طب ألوانه إيه؟ أسود. مبدئيا ما فيهوش أسود. مبدئيا الأسود خرج برا. أنتي عارفة يعني. حبيبة إجابة إيه؟ إن شاء الله صحيحة يا رب. إجابة صحيحة. أبيض وأخضر وأحمر، مفيش أسود خالص. ثلاثة هي الإجابة الصحيحة، وبكده النتيجة 65 الفاروق إسلامية، سيتي سوهاج 10. ودلوقتي عندنا سؤال في الرياضة، وحصل لخبطة ما بين علي ومحمد أيمن. مش عارفين مين اللي نازل في الرياضة. حلو جدا، تمام، رياضة، والسؤال هو كم عدد المنتخبات التي فازت بكأس العالم مرتين حتى عام 2018؟ ثلاثة. منار ثلاثة. إجابة صحيحة. يا منار، غريبة جدا ان انت تقولي ثلاثة، لان السؤال اللي قبليه كان اجابته ثلاثة برضو. هو تقريبا ايطاليا. لا مش ايطاليا، فرنسا والارجنتين اورجواي. تمام، 10 نقط، برافو عليك يا منار. وبكده النتيجة 20 سيتي سوهاج، 65 فاروق الإسلامية. ودلوقتي عندنا سؤال في التكنولوجيا، عمر وأيمن، أيمن وعمر، والسؤال هو في عام 1889 تم تأسيس شركة ألعاب عالمية في دولة اليابان، فما اسم الشركة؟ في عام 1889 تم تأسيس شركة ألعاب عالمية في دولة اليابان، فما اسم الشركة؟ نينتندو. صح. طب نينتندو دي تنتج ايه؟ ألعاب. ألعاب ايه؟ ألعاب بينوي و... يعني ألعاب إلكترونية. إلكترونية. ف 1889 كان فيه إلكترونيكس؟ ما جت بعديها بقى، ابتدوا بألعاب ورقية. وإجابة صحيحة، برافو عليك يا عمر، نينتندو فعلا. والنتيجة 30 سيتي سوهاج، 65 فاروق الإسلامية. سيتي سوهاج ابتدت ترجع في مباراة تاني. ورقة والقلم، وسؤال في القدرات الذهنية، والسؤال هو حل المسألة الآتية، 60 × 6 × 70 × 7 يساوي كام؟ إجابتك؟ 2. عمر، إجابة خاطئة. خدش وقتك ليه؟ مش عارف. تسنيم، إجابتك؟ لا ما عنديش. ما عندكش إجابة. بصوا بقى، أنتوا الاتنين استعجلتوا، الوقت كان 20 ثانية. سؤال زي ده محتاج عمر حوالي 15 ثانية، صح؟ الإجابة صحيحة، 36. تفضل. دلوقتي عندنا 4 أسئلة ليكم أنتوا التمانية، وتعتمد على السرعة. وأول سؤال في المعلومات العامة، والسؤال هو كم عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حتى عام 2018؟ 193 وفي 2 observer في فلسطين وفاتيكان، هما 193. 193 واثنين observers. observers مراقبين يعني. فلسطين وفاتيكان سيتي. فلسطين وفاتيكان سيتي. والفاتيكان. ايوه علي، المعلومة عندك، 10 نقط، إجابة صحيحة.
برافو عليك، برافو عليك علي، ما شاء الله علي ابتدى نتيجة 75 الحلوة الإسلامية، ست سؤال 30. ودلوقتي عندنا سؤال في الرياضة، والسؤال هو ما هو ثاني أكثر فريق تتويجاً بدوري أبطال أوروبا حتى عام 2018؟ التاني مين؟ ميلان. ميلان بالنسبة لي مش إجابة كاملة. اي سي ميلان. تفرق عشان انتر ميلان. عشان انتر ميلان. اي سي ميلان إجابة صحيحة. برافو عليك علي، اي سي ميلان هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك علي. وبكده النتيجة 85 لفاروق الإسلامية، سيتي سوهاج 30. تكنولوجيا، والسؤال هو من هو المبرمج الذي شارك ستيف جوبز ورونالد وين تأسيس شركة أبل عام 1976؟ ستيف ووزنياك. ستيف ووزنياك إجابة صحيحة. ستيف ووزنياك، ما شاء الله ما شاء الله يا علي. ستيف ووزنياك الإجابة صحيحة. علي الإجابة عندك، ما أقدرش أتكلم، ما شاء الله عليك. وبكده النتيجة 95 فاروق الإسلامية، 30 ست سؤال. أنت عارف الشركة دي ابتدت فين؟ كاربنتينو كاليفورنيا. لا المقر نفسه كان إيه؟ جراج. جراج بالظبط كده. يعني شركة أبل دي، عشان بس الناس تبقى متخيلة إن الشركات الكبيرة ما بتبتديش من حتت كبيرة، شركة أبل ابتدت من جراج ودلوقتي عملاق التكنولوجيا في العالم. آخر سؤال في الفقرة، قدرات ذهنية، وعايز العشر نقط دول يا سيتي سوهاج. قدرات ذهنية، والسؤال هو اشترى كريم 5 كيلو سمك ب 150 جنيه، فإذا ارتفع سعر الكيلو بعد ذلك بنسبة 20%، فكم دفع كريم لشراء 6 كيلو؟ 36. 36 إجابة خاطئة. إجابتك 216. 216 إجابة صحيحة. برافو عمر، 216 هي الإجابة الصحيحة. 10 نقط لسيتي، سيتي سوهاج 40، الفاروق الإسلامية 95. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة الفنون والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 70 نقطة في فقرة المعرفة، وكل نقطة ب 10,000 جنيه بما يساوي 700,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 1,350,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر. دور الثمانية، الموسم السادس، عباقرة المدارس، والنتيجة 40 سيتي سوهاج، 95 الفاروق الإسلامية. وحصل عندنا تغيير في الفاروق الإسلامية، عمر الطحان نزل مكان محمد أيمن. ازيك يا عمر؟ الحمد لله. تحب انت فقرة الفنون؟ بالذات الأفلام. هنشوف دلوقتي هيبان ان شاء الله. جاهز؟ ان شاء الله. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون، الفنون أربع أجزاء: سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. سرعة، شوف مين أسرع وعنده الإجابات. وأول حاجة نبتدي بيها هي السينما والمسرح، والسؤال هو من هو الممثل الأمريكي الذي لعب دور بيتر كويل في سلسلة أفلام Guardians of the Galaxy؟ كريس برات. إجابة صحيحة. كريس برات هي الإجابة صحيحة. برافو عليك يا عم. كل النتيجة 50
سيتي سوهاج 95 الفاروق الإسلامية. ودلوقتي عندنا السؤال الثاني في السينما والمسرح، والسؤال هو: من لعبت دور صفية في فيلم فوتوكوبي؟ شيرين رضا. عمر الطحان. شيرين رضا إجابة صحيحة. عمر الطحان إجابتك صح، شيرين رضا فعلا، وكان معاه في الفيلم ده محمود حميدة. كده النتيجة 105 فريق إسلامية، سيتي سوهاج 50. ودلوقتي عندنا سؤالين في الأغاني والموسيقى، والسؤال هو: من هو المطرب اللبناني صاحب أغنية مغرم؟ مين المطرب اللبناني صاحب أغنية مغرم؟ خمس ثواني. عمرو خالد إجابتك. راغب علامة. إجابة خاطئة. ممكن عاصي الحلاني. ممكن. ممكن ولبناني. ممكن لا. ممكن يطلع سوري. حبيبة إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة مروان خوري. دلوقتي عندنا السؤال الثاني في الأغاني والموسيقى، وحنسمع أغنية الأول. أغاني موسيقى، والسؤال هو: أغنية This Is Me إحدى أشهر أغاني المغنية الأمريكية، ملحقتش أقول السؤال. إجابتك The Greatest Showman. علي إجابة صحيحة. حبيبة العلي. حبيبة إجابة صحيحة. حبيبة حبيبة إجابة صحيحة. The Greatest Showman الإجابة صحيحة. برافو علي. وكده النتيجة 115 الفاروق الإسلامية، سيتي سوهاج 50. ودلوقتي عندنا سؤالين في اللوحات والمعالم، والسؤال هو: الصورة لمتحف باردو ففي أي دولة من دول شمال أفريقيا يقع؟ علي إجابتك. الجزائر. الجزائر يا علي. إجابة خطأ. كنت كام؟ 115. بيته كام؟ 125. علي إجابة خطأ. إجابة خطأ. عمر. تونس. تونس. تونس يا عمر إجابة صحيحة. تونس هي الإجابة صحيحة. وبكده النتيجة 60 ستي سوهاج 115 الفاروق الإسلامية. ودلوقتي عندنا سؤال التاني في اللوحات والمعالم، والسؤال هو: لوحة The Mud Bath تعد من أشهر لوحات الرسام ديفيد بومبرغ، فما هي جنسيته؟ ألماني. تسنيم ألماني. إجابة خاطئة. في إجابة؟ فاتية. علي إجابتك. هولندي. إجابة خاطئة. إنجليزي. أنت ترددتي وقلت الإجابة الصح الأول، للأسف الشديد أنا سمعتك. بص على الشاشة كده. هارد لك يا تسنيم. الإجابة الصحيحة بريطاني. دلوقتي عندنا آخر سؤالين في الفقرة في سرعة البديع، وأول سؤال هنشوف فيديو الأول، نركز مع الفيديو. سرعة البديهة، والسؤال هو: كم عدد المراكب والسفن في الفيديو؟ عمر. 8. إجابة صحيحة. 8 هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا عمر.
سرعة بديعة والسؤال ده ما كانش سهل. العشر نقط الجايين دول لسيتي مهمين جدا. ليه بقى؟ علشان هترجع لكم فرصتكم في المباراة. سرعة البديعة وهنشوف فيديو الأول. سرعة البديعة والسؤال هو كم عدد عازف الجيتار على خشبة المسرح في الفيديو؟ واحد. يا عمر إجابة خاطئة. أو اثنين. مين عنده إجابة؟ تسليم إجابتك. ثلاثة. ثلاثة بعشر نقط. عم انت عندك إجابة؟ تقول اتنين. اتنين برضه. كنت هتقول اتنين. تمام. تسنيم ثلاثة. إجابة صحيحة. ثلاثة الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا تسنيم. التركيز بيفرق جدا مع سلة سرعة البديعة. ثلاثة فعلا تسنيم وبكده النتيجة 125 الفاروق الإسلامية سيتي سوهاج 70. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة ضربات الجزاء والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 60 نقطة في فقرة الفنون وكل نقطة ب10,000 جنيه بما يساوي 600,000 جنيه ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 1,950,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر. عباقرة المدارس الموسم السادس ومباراة صعبة جدا في دور الثمانية. والنتيجة 125 الفاروق الإسلامية 70 سيتي سوهاج. وسيتي سوهاج حصل عندنا تغييرين. أحمد عبد الجواد رجع مكان عمرو خالد وتسبيح علي رجعت مكان تسنيم أحمد. وحصل عندنا كمان في الفاروق الإسلامية تغييرين. نورهان أحمد رجعت مكان حبيبة الشامي ومحمد أيمن رجع مكان عمر الطحان. ودلوقتي مع أصعب فقرة، فقرة 25 نقطة لمدرسة واحدة بس، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. أول اتنين معايا عمر عصام وتسنيم تامر. عمر وتسنيم، تسنيم وعمر. والموقف صعب يا عمر. 25 نقطة يرجعوكم في المباراة. تمام؟ نازلة مستريح صح؟ تمام. هنخلط الورق وهنشوف أول هدف موضوعه إيه. الهدف الأول قدرات ذهنية. والسؤال هو حل المسألة الآتية. 4 × 64 على 16 يساوي كام؟ كام يا عمر؟ 16. الهدف الأول. أول هدف لعمر عصام، هدف بلا مقابل. وعلي وصل. علي عايز سيرفي إيه؟ أي حاجة غير فنون. هنشوف فنون. لا بهزر. معلومات عامة. والسؤال هو ما هي العائلة التي سميت سورة من القرآن باسمها؟ آل عمران. الهدف الأول. برافو عليك يا علي.
هدف مقابل هدف. منار وصلت. ازيك يا منار؟ الحمد لله. موقف صعب جدا. وعلي ما شاء الله عليه شاطر صح؟ عايز تسألي في ايه؟ اي حاجة. زي ايه مثلا؟ اي حاجة سهلة. حاجة سهلة؟ في الاخر ممكن تجيب سؤال رياضة. الهدف التاني معلومات عامة، والسؤال هو في اي دولة يقع ميناء يوكوهاما؟ اليابان. اليابان الهدف الثاني. اليابان هي الإجابة الصحيحة والهدف الثاني لعلي. أحمد عبد الجواد وصل هدفين مقابل هدف. أحمد أنت محتاج تتعادل بإذن الله. جاهز؟ إن شاء الله. فنون، والسؤال هو من قام بدور علي الحلواني في فيلم الديلر؟ خالد النبوي. انت شفت الفيلم؟ اه بس انا متلخبط بين واحد تاني بس على ما اعتقد هو. اه طب التاني كان مين؟ ما لو قلت ممكن يطلع هو، يعني يطلع هو. اه صح. واحمد عبد الجواد يخطفها منك. اه لا احنا مش ناصح انت. علي الهدف الثالث. التاني كان مين؟ صح اكيد احمد. صح. ثلاث اهداف مقابل هدف. روح رياضيه من تسبيح، ويا تسبيح ما عندكيش اختيار، لازم تخطفي الهدف الثاني عشان تكملي المشوار ان شاء الله. تاريخ، والسؤال هو من هو قائد جيش المسلمين الذي انتصر على الإمبراطورية؟ إجابتك. سؤال؟ لا خلاص إجابتك. ما الإمبراطورية؟ أصل هي مش نصاحة، خطف البازل مش نصاحة. إجابتك. خالد بن الوليد. خالد بن الوليد. هقولك سؤال دلوقتي بقى، أقولك سؤال. من هو قائد جيش المسلمين الذي انتصر على الإمبراطورية الفارسية في معركة الأنبار عام 12 هجرية؟ لازم نفس الإجابة صح؟ لازم نفس الإجابة. خالد بن الوليد. إجابتك التانية كانت إيه؟ مش عارف بس ماشي. مش عارف. سمعتها بيزنطية مش؟ علي لازم بعد كده تسمع السؤال لغاية آخره. صح ولا غلط؟ صح. علي الهدف الرابع. خالد بن الوليد هي الإجابة الصحيحة. والهدف الرابع محظوظ. لا 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 مش علي السيد يا أباه، وإيه العظمة دي؟ لا دي محظوظ فيها. شايف الله المسلول خالد بن الوليد يعني. الحمد لله يعني. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. هذا تفضل. يبقى استنى لما نسمع السؤال. صح ولا غلط؟ كاونتر عد. كاونتر عد. اه كاونتر ماشي. اسمع السؤال. الكاونتر مش هيروح حتة. ماشي. 25 نقطة لمدرسة الفاروق الإسلامية، وبكده النتيجة 150 الفاروق الإسلامية، سيتي سوهاج 70. أنا كنت متوقع أن سيتي سوهاج النهاردة هيبقى أداءها زي الماتشين اللي فاتوا. النهاردة في عدم تركيز من سيتي سوهاج. ما كنتش متوقع أن يجيلي سؤال في الفنون خالص، وأنا كانت مشكلة عندي أن نقطة ضعفي هي الفنون. ما قدرتش أحس غير هدف، لأن علي ما شاء الله كان مستوى أحسن مني وسبقني في السؤال بتاع المعلومات العامة. النهاردة أنا مستغرب هو ليه مش مركز، في حاجة مش مظبوطة. في ضربات الجزاء الحظ لعب معانا قوي صراحة، لأن أسئلة إحنا كنا عارفينها الحمد لله. خالد بن الوليد. الهدف الرابع. انا كنت نازله وكان الفريق كله معتمد عليا ان انا احرز الثلاث اهداف دول، بس كان قدامي لاعب قوي جدا فما قدرناش ان احنا ما قدرتش ان انا اجيب الهدف ده. لا ما قصرتش. اخر فقره واللي هتحدد مين اللي هيوصل معانا للمربع الذهبي، فقره عجله الحظ. عجله الحظ. سؤالين لكل مدرسة، وأول سؤال لسيتي سوهاج. سيف الله وائل اتفضل. هنشوف سيف الله وأول سؤال موضوعه إيه.
جوكر. جوكر سيف، عملت اللي عليك. سيف عايزين تسأله فيه؟ قدرات ذهنية. تمام، قدرات ذهنية. ويا ترى السؤال ب 20 نقطة ولا ب 30 نقطة؟ يعني 70 ممكن يبقوا 100. عندكم 15 ثانية، ما تستعجلوش. قدرات ذهنية، والسؤال هو: حل المسألة الآتية، 4 في 15 زائد 16 زائد 14 يساوي كام؟ عمر عصام إجابتك 90. 90 ب30 نقطة، إجابة صحيحة. 90 هي الإجابة صحيحة، برافو عليك يا عمر. وكده النتيجة 100 ستي سوهاج، 150 فاروق الإسلامية. وفاروق الإسلامية خالد الرماح، اتفضل أول سؤال. كل الناس بتقول يا رب، كل الناس بتقول يا رب. السؤال الأول فنون، تمام. في جوكر؟ لا ما في جوكر، بس طبعا لو الاجابه صح ب 20 نقطه المباراه اتحسمت ووصلتوا للمربع الذهبي. لو الاجابه غلط هيبقى لسه في فرصه عن سيتي سوهاج. تمام، فنون. والسؤال هو: من قام باخراج فيلم كينج كونج؟ سؤال مش سهل. فيلم كينج كونج، فاضل 3 ثواني. علي ريدلي سكوت. علي إجابة خاطئة. في إجابة؟ عمر جيمس كاميرون. جيمس كاميرون، جيمس كاميرون ب 20 نقطة، إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة بيتر جاكسون. السؤال الثاني، آية حاكم، اتفضلي آية. هنشوف آية والسؤال الثاني لستي سوهاج موضوعه إيه. علوم، سؤال في العلوم، سؤال في العلوم ب 20 نقطة. جاهزين؟ علوم، والسؤال هو: ما هو أثقل المعادن من حيث الكتلة الذرية؟ ما هو أثقل المعادن من حيث الكتلة الذرية؟ 5 ثواني. عمر إجابتك يورانيوم. اليورانيوم، اليورانيوم يا عمر في لا لا سهل سهل هلا سهل هلا بنصف. عمر إجابة خاطئة. أنت اللي قايلها لهم الصبح، يبقى تستحق تجاوب على السؤال. جولد. جولد الذهب. علي السيد جولد وقايلها لهم الصبح، إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة البلوتونيوم. أيوة، بص التبريع دي على بيتني. كف ده كانت مش معدن؟ ماشي الحمد لله. البلوتونيوم يا عالي، بتضحكني جدا يا عالي بالرياكشنات بتاعتك. لعلمك أنت تنفع تمثل كوميدي. مش صقبالية. آخر سؤال في الحلقة، أمنية محمد، اتفضلي يا أمنية. كل الناس بتقول يا رب، كل الناس بتقول يا رب. آخر سؤال وهنشوف أمنية هتجيب سؤال. جغرافيا وتاريخ، تمام. جغرافيا وتاريخ، وسؤال أعتقد إنه هيبقى ب 30 نقطة. صح؟ سؤال ب 30 نقطة، جغرافيا أو تاريخ.
عندكم 15 ثانيه ما تستعجلوش. قبل ما اسال السؤال عايز اقول لكم الف مبروك ان انتوا تاهلتوا للمربع الذهبي. اخر سؤال ب 30 نقطه جغرافيا، والسؤال هو ما هي الدولة العربية الوحيدة التي تطل على البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي معا؟ علي المغرب صح؟ تسليم موافقة؟ المغرب ب 30 نقطة. جاب كم نقطة غد دلوقتي؟ تقريبا 80 أو 90. 140 نقطة. أفضل لاعب إجابة صحيحة، برافو عليك يا علي. المغرب هي الإجابة الصحيحة، برافو عليك يا علي. 140 نقطة في ماتش النهاردة. وبكده جينا إلى نهاية الحلقة. أقدر أقول هارد لك لسيتي سوهاج، 100 سيتي سوهاج، 180 الفاروق الإسلامية، ألف مبروك. وبكده يبقى اجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقه النهارده 280 نقطه، وكل نقطه ب 10,000 جنيه بما يساوي 2,800,000 جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من اول حلقه لحد دلوقتي 27,540,000 جنيه من البنك الاهلي للمشاركه في النهوض بالمنظومه التعليميه في مصر. 180 فلوس اسلاميه، الف مبروك، تاهلتوا المربع الذهبي عند دارة. وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة. احنا عملنا علينا الموسم ده ويعني نزلنا مجهود كبير عشان نوصل للمربع الذهبي، بس حاجة كويسة جدا ان احنا نوصل لمدار الثمانية وان شاء الله نقدم في الموسم الثاني. الحمد لله مبسوط ان كسبنا، والحمد لله مبسوط ان داخل حلقة احسن لعب، وكله بتوفيق ربنا الحمد لله. وان شاء الله هنستعد اكتر للمربع الذهبي ان احنا نشتغل من كذا سورس ونقسم المواد ما بيننا. فرحان جدا ان انا هقدر العب في حلقه البيست بلاير للموسم السادس، ان شاء الله احاول استعد ليها اكتر واجهز نفسي.